تابعنا مع حضراتكم أمس استقبال كبير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة بني سويف. كمان الفرحة اللي كانت ظاهرة على آلاف المواطنين من أهالينا في الصعيد. طبعا احنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الزيارة، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بني سويف، وأهميتها وأهمية زيارات سيادة الرئيس لمحافظات الصعيد بشكل عام. بنرحب في فقرتنا النهارده بدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على السادة المشاهدين وعلى مصر كلها. يا أهلا بحضرتك. اهتمام كبير جدا من الدولة خلال الفترة اللي فاتت بمحافظات الصعيد بشكل عام، وشفنا امبارح وتابعنا طبعا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبني سويف. أهمية هذه الزيارة إيه يا فندم؟ هو شوف حضرتك، يعني هذه الزيارة للسيد الرئيس بتأتي في إطار مبادرة حياة كريمة واللي أطلقت من جانب الرئاسة في سنة 2019. المبادرة بتهدف إلى الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً في مصر، سواء المناطق الأكثر احتياجاً دي طبعاً أغلبها في الريف. احنا عندنا بالمناسبة يعني 4500 قرية في مصر، وبالتالي المبادرة قسمت إلى مراحل وقسمت القرى إلى مجموعات ووفقاً لتوقيتات زمنية، حيث تبدأ المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية، وتعطى الأولوية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا. فاحنا بننظر إلى هذه الزيارة في هذا الإطار، وفي إطار اهتمام السيد الرئيس بمتابعة كل ما يتعلق بهذه المبادرة. احنا شفنا يعني بالأمس زيارة للسيد الرئيس لمحافظة بني سويف. يمكن كان في فترة سابقة كان في زيارة لقرية الأبعدية في محافظة البحيرة. صحيح. وبالتالي يعني نفس المشهد الاستقبال الجماهيري كمان بالضبط كده. إذن يبدو أن هناك اهتمام كبير من جانب الدولة ومن جانب الرئاسة بتخفيف الأعباء عن كاهل المناطق الأكثر احتياجا، وأيضا نستطيع أن ننظر إليها في إطار تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة في هذه المناطق، وأيضا تحسين الظروف المعيشية للمواطن. فكل ده يعني ما يمكن أن نطلق عليه السياسات الاجتماعية للدولة، يعني بجانب الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الاقتصادي بيسير، عملية التنمية بتسير، إنما في أيضا البعد الاجتماعي في الموضوع. ده كان سؤالي التالي لحضرتك يا دكتور. يمكن إحنا بنتابع نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنين اللي فاتت كلها الحقيقة، يمكن فيما سبق حتى لما كنا بنشوف افتتاحات لمشروعات كبرى، لكن ما كناش بنشوف هذا النمط من النشاط. كان ممكن يبقى فيه افتتاحات، لكن فكرة تواجد سيادة الرئيس وحرصه دايما واهتمامه بأنه يكون موجود، مش بس أنه يكون موجود وشاهد على الافتتاح، لا يكون مشارك فعلا، بيشارك الناس في الشارع وبيتكلم معاهم، وزي ما تابعنا زيارة سيادته لمنزل أحد الأسر هناك. بكل تأكيد ده ليه دلالة وليه أثر، وعلى الجانب الآخر ليه انعكاس كمان على المواطنين، بما أن حضرتك ذكرت السياسة الاجتماعية. ده صحيح، يعني هو بيعبر عن الاهتمام الشديد من جانب القيادة بهذه المشروعات وبافتتاح هذه المشروعات وأنها تؤتي ثمارها الإيجابية على المواطنين. بيعبر أيضا عن يعني جزئية مهمة من وجهة نظري، وهي أن ثمار التنمية تتساقط على الجميع، يعني لا يستأثر به ثمار التنمية وجوانبها الإيجابية في فئة معينة أو كده، إنما ده ما يمكن أن نطلق عليه العدالة في توزيع ثمار التنمية. وبالتالي بيأتي الاهتمام الأكثر بالمناطق الأكثر احتياجا. بيضاف طبعا إلى الجانب الرسمي وافتتاح المشروعات وكده، احنا ممكن ننظر أيضا إلى الجانب الإنساني في الموضوع. صحيح. الجانب الإنساني ده مهم قوي الحقيقة، طبعا وبيعبر عن التواصل بين القيادة وبين الشعب. واحنا شفنا يمكن استقبال السيد الرئيس في يعني منزل مواطن، وجت العملية يعني مش مترتبة، جت بالصدفة كده، إنما ده بيعبر عن التواصل الشديد بين القيادة وبين الشعب. وده يعني لو استخدمنا مصطلح سياسي شوية بيسمى في السياسة يقولوا عليه التكامل بين النخبة والعامة، أو التكامل بين القيادة والشعب. يعني إيه؟ يعني يبقى فيه تواصل مباشر. صحيح. يعني مش لازم التواصل يبقى فقط من خلال المؤسسات أو الأجهزة، إنما إحنا ممكن بنشوف دلوقتي وشوفنا قبل كده تواصل بشكل مباشر، يعني صحيح. زيارة لمواطن في منزله، طب ما ده يعني اللقاء مباشر. لا وكان في باعة جائلين حتى في الشوارع، كان سيادتهم يبقى معدي ويتكلم، يقف يتكلم معاهم. بالظبط. يعني شفنا مشاهد كتير.
طبعا، فده بيعبر عن التواصل الإنساني وعن اللقاء المباشر بين القيادة وبين الشعب اللي احنا بنتكلم عنه، ده له أهمية كبيرة قوي. وشوفنا حتى كمان واحنا بنتكلم عن الجانب الإنساني ان كان في عزاء من السيد الرئيس للمواطنين المصريين. صحيح. يعني اللي ماتوا في كارثة ليبيا، فكل دي أبعاد إنسانية ليها انعكاساتها على السلم المجتمعي كمان بشكل عام. نعم، ليها انعكاساتها، كل هذه المظاهر ليها انعكاساتها على السلم المجتمعي بالتأكيد. ويمكن ده اللي أكد عليه السيد الرئيس في خطابه بالأمس، يعني كان في عدة رسائل مهمة منها تحية للمصريين ومنها الإشادة بدورهم في مواجهة الصعوبات والتحديات، فكل دي حقيقة قضايا مهمة في هذا الإطار. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف ردود أفعال أهالي بني سويف عن الإنجازات والمشاريع اللي نفذتها الدولة في المحافظة. في نقلة حضارية تمت هنا في قرية سيتسو الأمراء، مش بس في قرية سيتسو الأمراء، هي في 6 وحدات محلية بيشملهم 66 قرية هنا في مركزين ناصر وبيبا، عندنا 12 وحدة محلية، في 6 منهم في مركز بيبا بس بيغطوا 46 قرية، تم نقلهم نقلة حضارية كانوا بيعانوا، عشان كده كنا بنسميهم الأكثر احتياجاً. صح، المركز الأكثر احتياجاً، عشان كده شملتهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكان أول مركز معنا هو مركز ناصر بعدد 66 قرية، 1616 مشروع اتحولوا من قرية كانت بتعاني من المياه الجوفية، من عدم وجود طرق داخلية، مش بس كده حتى الفصول كان فيها تجدس. فحضرتك عارف أن المبادرة الرئاسية مبادرة هدفها التنمية الشاملة، عملنا مجمع خدمي زي اللي موجود ورا مننا بيشمل مركز تكنولوجي، وكمان بيشمل مكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي وسجل مدني وشهر عقاري، مش بس كده مقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس الشعب المحلي. عندنا 6 مجالس قروية، إجمالي القرى التابعة للمركز 46 قرية، تعداد سكاني 525,000 نسمة على مستوى المركز. حاجة كل الحمد لله، دي 46 قرية دخلوا حياة كريمة. عندي الله أكبر، عندي 1131 مشروع شغال على مستوى المركز، من ضمنهم قرية سيتس اللي احنا فيها حاليا دلوقتي. يا بختك يا أستاذ صلاح، يا بختك، يعني حياة كريمة مركزة معاكوا جدا. الحمد جداً لله جداً. الحمد لله، مركز بيبا يمكن أول مركز، الحمد لله مركزين دخلوا في المحافظة، من ضمنهم مركز بيبا فيه 46 قرية، المركز الثاني فيه 19 قرية، يعني أنا احنا خدنا نصيب الأسد الحمد لله في حياة كريمة، مشروعات بتنفذ على أرض الواقع. كل حاجة هنا يعني والله العظيم فعلا فيها فايدة كبيرة قوي للبلد، وفعلا البلد اتغيرت، يعني بقت من قرية لمحافظة. الله أكبر، والله العظيم، ده إيه الفتوح يعني ده كله. والله من قرية فعلا لمحافظة. واحنا بقى هنا هوف سيتس، فقابلنا ابو حميد، وقفنا قال لنا انا عايز اقول حاجه. عايز تقول ايه يا ابو حميد؟ عايز اشكر الرئيس على انجازاته وعلى تخطيطاته في كل حاجه، وهو نورنا النهارده في قريه سيس وحلانا وزودنا النص، وعامل انجازات كتيره معانا، وموفر لنا كل حاجه، وموفر لنا الانجازات كل حاجه، والمواصلات وكل حاجه موفره. يوسف الحسين عمل مجهود كبير جدا امبارح، راح امبارح حضر بالفعل الافتتاح، وبعد افتتاح ما تم وحضور سياده الرئيس وزيارته ولقائه بالناس، انطلق هو بقى عمل لنا جوله مهمه جدا في القناه الاولى، وزي ما شفنا طبعا ردود افعال الناس ولقائه كمان بالاستاذ عادل وزوجته في البيت. واهم حاجه يا دكتور، احنا بنتكلم عن ردود افعال الناس، ده المعيار المهم في نجاح اي مشروع. ده صحيح، يعني رد فعل الناس بيتعلق أو بيرتبط بالآثار الإيجابية اللي بيشعر بها المواطن. احنا شفنا دلوقتي يمكن في مواطنة من بني سويف أو من هذه القرية اللي زارها السيد الرئيس، وبتقول عبارة الحقيقة لها مغزى، بتقول احنا القرية بتاعتنا تحولت إلى محافظة. هي بتقصد كده إيه؟ بتقصد ان بقى في اهتمام كبير بالقريه، في المرافق، في المشروعات، في البنيه التحتيه. صحيح. في الغاز، في الكهرباء، في الميه، فهو ده يعني اللي بتعبر عنه بطريقه تلقائيه او بطريقه بسيطه، بتقول ان القريه تحولت الى محافظه. واحنا فعلا شفنا ان في اهتمام كبير بهذه المناطق، سواء على مستوى المدارس او على مستوى محو الاميه او على مستوى الخدمات او على مستوى حتى المجمعات الحكوميه.
اللي بتقدم الخدمات للناس هو بطريقة ميسرة وبطريقة سهلة وبالطرق الحديثة. فكل ده بيسهم في تسهيل معيشة المواطن وفي تسهيل حياته اليومية، وده أمر بيجد الحقيقة مردود إيجابي عند المواطنين، وخصوصا المواطنين البسطاء واللي بيعبروا عن الوضع ده وبطريقة تلقائية بتحمل نفس هذا المضمون. دكتور، يمكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طول الوقت حتى منذ إعلان مبادرة حياة كريمة وتنمية الصعيد بشكل عام كان الهدف أو انطلاقا من هدف أسمى هو الاستثمار في البشر وإعلاء مبدأ المواطنة وأنه يكون في عدالة في توزيع الخدمات. صحيح. يمكن الحقيقة هذا الهدف في حد ذاته هو هدف هام جدا وهدف سامي ونبيل الحقيقة، وكنا في أمس الحاجة لي. شايف حضرتك أنه حتى الآن ما تم من هذه المشروعات لأي مدى قدر يوصل للناس فعلا وقدر أنه يحقق الهدف ده؟ هو طبعا يعني ما فيش حاجة هتحصل في يوم وليلة، إنما الأمور بدأت في التحسن والمواطن بيشعر بكده. يعني شفنا ردود فعل أبناء بني سويف والقرية التي زارها الرئيس، شفنا قبل كده ردود فعل في محافظات أخرى. إذن العملية بتأثير بطريقة إيجابية، وخصوصا أن في متابعة من جانب السيد الرئيس لهذه المشروعات وما يحدث فيها، وفي أيضا زيارات ميدانية زي ما شفنا زيارة بني سويف وزي ما شفنا زيارات قبل كده. فكل ده بيعني أن الأمور بتسير بطريقة إيجابية. وفي نقطة مهمة أوي الحقيقة أنا يعني بركز عليها في كلام حضرتك، اللي هي الاستثمار في البشر أو اللي أنا بسميها التنمية البشرية. بمعنى أن التنمية ليست فقط في الجانب المادي، مش في المشروعات فقط، إنما التنمية أيضا في الإنسان في البشر. إحنا لما نهتم بالتعليم، لما نهتم بالثقافة، لما نهتم بزيادة القدرات والخبرات، لما نهتم بتوفير فرص العمل، لما نهتم بالعلاج والصحة، ما كل ده بيحسن العنصر البشري. العنصر البشري ده أو المواطن اللي هو ممكن نسميه أو ننظر إليه باعتباره أداة التنمية. ما هي التنمية هتتحقق إزاي؟ من خلال البشر. إذن البشر أو المواطنين هم أداة التنمية، وهم أيضا الهدف من التنمية. صحيح. هي التنمية في النهاية بتستهدف مين؟ تستهدف المواطن وتستهدف البشر. إذن التنمية البشرية هنا وتنمية العنصر البشري له أهمية كبيرة، باعتبار أن التنمية بتستهدفه، أن الثمار ستتساقط على المواطنين، وأيضا أن المواطن أو العنصر البشري هو اللي بيقوم بتنفيذ عملية التنمية. صحيح. وبالتالي دي أهمية الاستثمار في البشر. عظيم جدا دكتور. من أهم عوامل استقرار الدول بشكل عام هي العلاقة ما بين الدولة وما بين المواطن، أنه يكون في الموضوع مش مقتصر فقط على قرارات أو مبادرات بتنفذ، لكن وجود رأس الدولة وسط الناس، الحديث معاهم، الحديث التلقائي، احتشاد الناس في الشارع لمقابلة سيادة الرئيس، للترحيب بيه. وإحنا شفنا مشاهد عفوية حتى امبارح من الناس، ويمكن نفس المشهد ده اتكرر بالظبط في الأبعدية زي ما كنا بنتكلم في محافظة البحيرة من مفيش حوالي 3 شهور. وجود الناس موجودة في الشارع، عرفوا أن الرئيس جاي فنزلوا الشوارع عشان يستقبلوا سيادة الرئيس ويرحبوا بيه. ده دلالته إيه؟ ده دلالته ان القيادة بتشعر بنبض الشارع، بنبض المواطن، بمتطلبات المواطن، وبطريقة مباشرة، يعني مش من خلال وسيط. يعني في هذه اللقاءات، اللقاءات مباشرة بين الرئيس وبين المواطنين. وشفنا حتى يعني في مشهد له مغزى امبارح في زيارة السيد الرئيس لبني سويف، وهو في شقة المواطن اللي استضاف السيد الرئيس، خرج للبلكونة وبيحيي الناس. فكل دي مشاهد بتعبر عن التلقائي وتعبر عن التواصل بين الشعب والقيادة، وتعبر عن الإحساس بنبض ومطالب المواطنين. ودي الحقيقة نقطة مهمة قوي، أن يكون هناك تواصل بين الشعب وبين القيادة، وتواصل أيضا في بعض الأحيان بيبقى تواصل مباشر، يعني ليس من خلال وسيط. فده الحقيقة بينقل الأوضاع على حقيقتها، بينقل ما يحدث من إنجازات وما تمت من إنجازات، بيحمل أيضا مطالب المواطنين ونبض المواطنين إلى الرئيس. وخصوصا يعني كما تمت الإشارة من جانب السيد الرئيس أنه بيعرف يعني عارف متطلبات المواطنين وعارف الأعباء اللي بيواجهوها، وأن الدولة بتقوم بكافة الجهود التي يمكن القيام بها لتخفيف هذه الأعباء عن كاهله.
دكتور اكرامي، يمكن من ضمن المشاهد الحقيقه يمكن الفنا ان احنا نشوفها من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي كل الانشطه الرئاسيه وفي خلال كل تواجده في كل يمكن الافتتاحات وتواجد سيادته، بنتابع انه دايما بيكون ليه حديث وليه كلمه وبيتطرق لكل ما يشغل بال المواطن المصري. على سبيل المثال حديث سيادته امبارح عن انه بالرغم من الظروف الصعبه اللي بنمر بيها الا انه مفيش حد هيقدر يوقف مسيره التنميه. شايف هذا التواصل المباشر فعلا يعني بجانب حتى التواجد مع المواطنين في الشارع، لكن فكره حتى هذا الحديث وانه دايما على درايه بما يدور في بال المواطن وما يدور حتى على ان كان على مواقع التواصل الاجتماعي او حتى الحديث اللي بيدور في الشوارع. ده صحيح، وده اللي انا سميته ان القياده بتشعر بنبض الشارع او بنبض المواطنين. النبض هنا يعني متطلبات المواطنين، ايه اللي بيعاني منه المواطنين، كيف يمكن ان تساعدهم الدوله ومؤسساتها على مواجهه هذه التحديات. ويمكن الرئيس اشار ان في صعوبات بتواجه العالم، وطبعا الصعوبات دي انعكست علينا، يعني انعكست على مصر، وده نتيجه لاسباب متعدده معروفه سواء كانت سياسيه او اقتصاديه. انما رغم كده، رغم هذه الصعوبات، إلا أن مسيرة التنمية ما زالت مستمرة وما زالت بتحقق أهدافها. وده الحقيقة اللي بيطلبه المواطن العادي. المواطن العادي بيطلب أن تكون هناك تخفيف في أعباء المعيشة، وده يمكن اللي اتجهت إليه الدولة واللي أعلنه السيد الرئيس بالأمس. رغم الصعوبات المحيطة، إنما عملية التنمية بتسير أيضا في هذا الإطار بما يحقق مصلحة المواطنين. وبجانب عملية التنمية، في مجموعة من القرارات مهمة جدا عايزين نتكلم فيها مع حضرتك. طبعا الإعفاء الضريبي، زيادة نسبة الإعفاء الضريبي دي، عامل مهم جدا. صحيح. زيادة الحد الأدنى للرواتب للفئة السادسة، مجموعة من القرارات مهمة جدا لو حضرتك تكلمنا عنها وأهمية. طبعا هي مجموعة من القرارات أعلنها السيد الرئيس في شكل توجيهات لمؤسسات الدولة المختلفة. زي زيادة الإعفاء الضريبي بنسبة كبيرة، يمكن حوالي 25%. في أيضا زيادة إعانة الغلاء، يعني اللي كانت بتقدمها الدولة أو بتقدمها الحكومة، زيادة المعاشات، زيادة في الرواتب، إعفاء حتى، ودي نقطة مهمة بتهم لو احنا بنتكلم عن الريف المصري وكده، اللي هي المتعسرين من الفلاحين في سداد الديون، فمدة الفترة الزمنية أو الأجل الزمني اللي أنهم يستوفوا ما عليهم، أيضا تم إعفائهم من غرامات التأخير. ده قرار مهم جدا لأنه هيساعد المزارع كمان على أنه يقدر يشتغل وينتج أكتر الفترة اللي جاية، لأنه خلاص إحنا شلنا من على كتفه الأعباء والديون اللي كانت موجودة عليه، فهو بدأ يشتغل وبدأ ينتج، فده هيعود عليه وهيعود على الدولة، فده برضو بيساعد في عملية الاستقرار بشكل عام في الدولة. ده صحيح، بيساعد في عملية الاستقرار وبيساعد في عملية التنمية احنا بنتكلم عنها دايما، وبيساعد في الارتباط الوثيق بين المواطن وبين القيادة وبين المواطن وبين مؤسسات الدولة، لأن في شعور بنبض المواطن وبمتطلباته وباحتياجاته، وده أيضا بيعتبر شيء إيجابي للغاية. أنا عاوز أقول لو أردنا أن احنا نسمي حياة كريمة في عبارة واحدة، فهي حرب ضد الفقر بتقوم به الدولة وبتقوم به القيادة بهدف تحسين معيشة المواطن المصري. طيب دكتور، يمكن كمان تابعنا خلال حديث سيادته أمس أنه قال أنه بيبقى سعيد كل مرة بيقابل فيها الشباب المتطوعين وأنه بيشوف الحاجات الجميلة اللي بيقوموا بيها. هل ده يعني تشجيع من سيادة الرئيس للشباب أن هم يكونوا مشاركين ومنخرطين أكتر مع مجتمعهم المصري؟ شايف أن ده إزاي ممكن ينعكس على حتى سلوك الشباب ووعيهم؟ طبعا دي نقطة مهمة قوي، وعنصر الشباب الحقيقة بيحظى باهتمام كبير من جانب السيد الرئيس ومن جانب الدولة ومؤسساتها. المجتمع المصري بيتقال عليه مجتمع شاب، مجتمع شاب يعني أكثر من 50% من المواطنين من الشباب، وبالتالي الشباب لهم أهمية كبيرة قوي سواء كقوة إنتاجية أو من حيث الوعي، يعني غرس الوعي وغرس القيم الإيجابية لدى الشباب، وده اللي بيدفعهم إلى المشاركة، وده اللي بيدفعهم إلى الانخراط في المشروعات التي تقوم بها الدولة،
واللي بتؤدي في النهاية إلى تحقيق نتائج إيجابية على المواطنين جميعا وفي القلب منهم الشباب. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نورتنا يا فندم في صباح الخير يا مصر. شكرا لحضرتك يا فندم، وشكرا لحضراتكم، وشكرا للسادة المشاهدين. شكرا جزيلا.